الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناة نسيم. إذا كنت جديد في قناة فضلا وسهلا اشترك ليصلك كل جديد. مرحبا بكم متابعي الكرام. إخوتي، فقط في هذا الفيديو سوف أحاول الإجابة على هذا السؤال. السؤال اليوم هو: هل التطبيق أو شركة باي نتورك هي شركة نصابة؟ هل شركة الباي هي شركة نصابة أو تطبيق نصاب؟ الإجابة سوف تكون بالمختصر إخوتي، بالمختصر. هذا السؤال وردني في ذهني إخوتي، وردني في ذهني قبل أن أستعمل التطبيق، وأعلم أنه يرد في أذهان كل شخص. بالنسبة للشيء المؤكد إخوتي ومتابعي الكرام، أن تطبيق الباي أو شركة الباي أو عملة الباي هي حقيقية. نعم نعم، أطمئن الجميع أن عملة الباي هي عملة حقيقية وليست عملة نصابة وليست عملة وهمية. سوف أقول لكم بالدليل، بالدليل، كل شيء بالدليل. يعني الدليل، الدليل الأول هو أن أغلب المحافظ أو منصات التداول وضعت العملة في المنصات الخاصة بها، ولو بشيء يعني بشكل تجريبي فقط وضعوا العملة، ويعني قد قاموا بالإعلان، يعني هم قاموا بالإعلان الرسمي. نعم، هذا بمثابة الإعلان الرسمي لعملة الباي نتورك. إذا كان نفترض إذا كانت العملة أو شركة نصابة أو وهمية، لن تضعها منصة كوين باز على المحفظة الخاصة بها. كما شاهدتم في الفيديو السابق اليوم، عملت فيديو أن منصة كوين باز تقترح بشراء العملة، وهي منصة ضخمة وتعمل بالملايير يا أخوتي، ملايير دولارات وملايين العملات. كما حصل مع عملة سويت كوين قبل إطلاقها، لو تتذكرون كانت هنالك العديد من الإشاعات تقول أنها عملة غير رسمية وعملة لن تدرج وعملة، يعني راجت العديد من الأكاذيب والإشاعات حول تلك العملة، وفي الأخير قاموا بإدراجها ولو أن سعرها انخفض، ولكن هي حاليا مدرجة كعملة رقمية في العالم وبرقم وبتصنيف. المهم إخوتي، هذا فيديو كان فيديو قصير لأوضح لكم أن عملة الباي هي عملة حقيقية وليست مجرد خدعة كما يقول بعض الأشخاص، يعني يشككون في هذه العملة، لأن أغلب المنصات قد أشارت إلى أنه قرب وقت إدراجها كعملة رقمية. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو إخوتي. لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك إخوتي. هناك العديد من الأشخاص يقومون بمشاهدة الفيديو ولا يضعون لايك. أتمنى الدعم في هذه القناة لنستمر بكم ونفيدكم ونفيد أنا كذلك أستفيد طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.